بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا مرحبا بأهلي وأحبابي وإخواني وأهلي وناسي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة يعني مش عارف أقول لكم قد إيه الواحد بيبقى سعيد كل ليلة أو كل يوم ثلاث، عشان بنلتقي مع بعض ونستشعر إن احنا فعلا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، تعالى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نعيش بقلوبنا وأرواحنا مع أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل دلوقتي احنا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما بنقول كل مرة وهنكرر على طول، وأنا بقول هديتي للنبي، إن أخلي كل مسلم يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أكيد في هدايا كتيرة جدا جدا بتوصل، ووصلتنا الحقيقة هدايا جميلة، منهم اللي بيوصل لي من خلال SMS إن شاء الله، وفي منهم اللي بيوصل لي من خلال الموبايل الشخصي، بيبعتوا لي رسائل كتيرة جدا جميلة ما شاء الله. ومعانا النهاردة أو لولادي بالذات معانا مجموعة هدايا للنبي، ربنا يتقبل يا رب العالمين، هدايا في غاية الجمال، ربنا يحفظكم ويجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. أخويا وحبيبي، أهلي وناسي، أسرتي الغالية، أنا منتظر تواصلكم طوال الحلقة وطوال الأسبوع من خلال SMS، وإن شاء الله نتلقى اتصالاتكم في آخر الحلقة. وبعضهم بيسألني حلقات يعني ليلة في بيت النبي يعني بنحضرها من أي كتاب؟ بحضرها من كتابي اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد. موسوعة الزواج الإسلامي السعيد، وزي ما قلنا الموضوع ما يعني لا يقتصر على الحياة الزوجية فقط، ولكنه يعني يتوسع أكتر من كده في حياتنا كلها، يشمل حياتنا عشان نسعد في دنيتنا وآخرتنا إن شاء الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عايزين نسعد فعلا في الدنيا وفي الآخرة، ربنا يسعد قلوبنا جميعا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. احنا دلوقتي داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هدوء وسكينة وصوت واطي والعينين في الأرض حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل ما نخش طبعا لازم ناخد تأشيرة، وانتوا عارفين التأشيرة بتدفع بكام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، مش مرة ولا اتنين ولا عشرة، على قد ما تقدر طول ما الحلقة شغالة. وبعد ما الحلقة تخلص عايزك تفضل تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. خطئ طريق الجنة من ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. حي النهاردة يا جماعة حصل موقف غريب جدا جدا، من أعجب المواقف اللي حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم. احنا داخلين وعمالين نبص للنبي وبنتملى بعينينا ومن احنا نبص للنبي ونستشعر جمال النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وحنيته على الأمة وعلى غير الأمة صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن للناس كلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. حقيقة حصل موقف غريب جدا. الموقف حكاه الإمام أحمد بسند صحيح، ان واحنا قاعدين بقى، خدوا بالكم يعني احنا طبعا متخيلين ان احنا دلوقتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاله شاب، الشاب دوت في ريعان الشباب وفي قمة الشهوة، جاء الى النبي يطلب طلب عجيب جدا. لو طلب هذا الطلب من واحد من ائمة العلم او واحد داعية او شيخ، ما كان ممكن ابدا ان هو يصبر على هذا الشاب لحظة واحدة. لكن حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم، دخل عليه الشاب بيطلب منه، يا جماعة ما طلبش من النبي ان النبي يساعده في جهاز الزوجية، ما طلبش من النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط له في وظيفة او شغلانة يشتغلها، ما طلبش من النبي اي حاجة الا انه طلب شيء قبيح قوي قوي. قال له يا رسول الله، وانت هتستغرب زي ما انا كمان مستغرب من هذا السؤال العجيب الذي سئل يعني سأله هذا الشاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال له يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. يا خبر أبيض، معقولة في واحد في الدنيا ممكن يوصل للمرحلة ديت ان يخش يسأل النبي
النبي سيد ولد آدم، اللي الصحابة كانوا بيقولوا كنا نستحي أن ننظر إلى وجه النبي، لدرجة أن سيدنا عمرو بن العاص هو في سياقة الموت، والحديث رواه مسلم لما تكلم عن حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراحل الثلاثة التي مر بها عمرو بن العاص، قال: فلو سألتموني أن أصف لكم رسول الله لما استطعت أبدا، لأني لم أكن أحد له الطرف تعظيما له وإجلالا صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل أن واحد بقى يخش ويقول للنبي، وعايزك تركز معايا لان الموضوع خطير جدا جدا جدا، الليله ديت من اروع الليالي اللي تشوف فيها رحمه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال له: ائذن لي في الزنا يا رسول الله، والله الذي لا اله غيره. لو كان شيخ او داعيه او عالم ما كان ممكن يعمل اي حاجه غير انه على الاقل يقوم مجمع قبضه ايديه وضربها في وش هذا الشاب، لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها الرحمه. قال له ايه؟ قال له: اقترب، تعالى قرب. طبعا الصحابة شهر السيوف هيضربوه، يعني هم مستنين بس الإشارة أن النبي يقول اضرب هيخش يضرب على طول، وهم وليه حق لهم حق، يعني هم طبعا مش متخيلين في حد في الدنيا توصل جرأته أن يقول الكلام ده للنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ شوف النبي راح مقربه، ما قالوش من بعيد بقى أنت ترضاه لأمك، لا مش كده، لا جابه كده قربه منه، لحد ما الشاب جلس وركبته لمست ركب النبي صلى الله عليه وسلم. فرح النبي سأله، قال له هو بيبتسم صلى الله عليه وسلم، قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال له: أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ جاب له كل نساء العيلة، في كل مرة يقول له: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. راح النبي جابها له بالشكل العقلي، قال له: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عمتهم ولا خالتهم. هل انتهى الموضوع على كده؟ لا لا لا، لسه بقى الشق الجميل، الشق الجميل اللي بان فيه رحمة النبي أكتر وأكتر. فقال له: قرب أكتر. فقرب فحط إيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم على صدر هذا الشاب وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. يقول هذا الشاب: فما فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ألتفت إلى شيء بعد ذلك، بعد أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم. الله، كنا محتاجين إيدين النبي تتحط على صدر كل شباب الأمة ويدعي لهم الثلاث دعوات الجمال دولت: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الله، شفت قد إيه رحمة النبي؟ عمرك شفت في دنيتك رحمة بالمنظر ده؟ يا سبحان الله، هو في اكتر من انه واحد يجيله بقى، طب ده كان بيستأذن في الزنا عياذا بالله، لا ده التاني جاله قال له انا زنيت بالفعل. والحديث رواه مسلم عن ماعز بن مالك الاسلمي انه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال له: يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. مع ان الاصل في الذنوب دي يا جماعه ان الانسان يستتر بستر الله ويتوب الى الله عز وجل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وهو في مشيئه الله ان شاء الله غفر له وان شاء الله عذبه، لكن مع التوبه الصادقه ان شاء الله ربنا يغفر له. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله طهرني بالحد. فالنبي عشان تبقوا فاهمين بقى الاسلام بقى بتاعنا، شوف دين جميل ازاي، مش بقى يلا امسك وحلق وحوش واقتل واضرب وارجم، مش ديننا يا جماعه، مش ديننا، ديننا ده اعظم دين في الكون ده كله، ونبينا هو ارحم وافضل انسان وجد على وجه الارض صلى الله عليه واله وسلم. ما كان من النبي الا انه سالهم، قال له: لعلك قبلت؟ قال له: بل زنيت. لعلك فعلت كذا؟ بل زنيت. كل مره يقول له: لعلك، لعلك، بل زنيت. فقال لقومه اللي هم كانوا جايين معاه، قال: ابه جنون؟ هو مجنون؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما به من جنون. فقال: لعله قد شرب خمرا، يمكن شارب خمر بيقول الكلام ده. فقام رجل فشم فمه فلم يجد رائحة الخمر، قال: لا يا رسول الله، ما هو بمخمور. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أقر على نفسه أربع مرات أنه زنى، خد بالك، وكانت بمثابة الشهود الأربع، وأنه ليس به جنون ولا شرب خمرا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل فرجم رضي الله عنه وارضاه. خد بالك، احنا لما بنذكر سيدنا ماعز بن مالك ما بنذكروش على ان هو زاني، لا، بنذكره على ان هو تائب ربنا قبل توبته. شفت جمال الاسلام؟ ديننا دين الستر والعفاف يا جماعه، ديننا ما هوش دين يعني بيشجع الناس على ان هم يفضحوا بعض او يهتكوا الستر الذي بين الناس وبين ربهم، ابدا، ديننا دين ستر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان ماعز بن مالك لما رجم، طبعا رجم يعني الرجم طبعا حاجه صعبه جدا لانه كان متزوج ومحصن،
فلما رجم قام واحد من الصحابة فقال: أما رأيتم إلى هذا الرجل الذي ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ يا الله، كلمة صعبة قوي. النبي سمع الكلمة وكأنه مش سمعها، لحد ما عدوا كده أعزكم الله على حمار ميت قد جيف أصبح جيفة، فقال النبي: أين فلان وفلان اللي اتكلموا اللي سمع؟ فقالوا: ها نحن يا رسول الله. قال: كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ قال: ما نلتما أو ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما ماعز أشد عند الله من أكلكما من هذا الحمار. تخيل قد إيه الغيبة احنا كلمنا عنها، قلنا أن اللي بيستمع بمثابة الذي يغتاب. الاتنين ذنبهم واحد يا جماعة الخير، الاتنين ذنبهم واحد. تخيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ماعزا قد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: أما إني رأيته يسبح في أنهار الجنة، تائب يسبح في أنهار الجنة. بعدها بكم يوم تيجي للنبي، حديث برضو رواه مسلم، المرأة الغامدية التي زنت أيضا ذهبت إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له: يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. فاستدار النبي الجهة الأخرى، فجات له من الناحية التانية قالت له: زنيت فطهرني بالحد. راح متدور الجهة التالتة برضو زنيت أربع مرات تقول زنيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال يعني لعلك، وعايز يوجد لها عذر، فقالت: لعلك تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا. تقول يعني انت يا رسول الله بتحاول تشوف لي مخرج؟ لا لا لا، ده انا حامل من الزنا. شفت بقى رحمة النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يا جماعة اتعلموا ازاي تتعاملوا مع العصاة، ما تقفلوش الدنيا في وشهم، ما تسودوش الحياة في وشهم، ما تقفلهمش ابواب التوبة. ده رجل راح عشان قتل 99 نفسه وعايز يتوب، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض. فلما ذهب إلى العابد، والعابد قاضي عبد الله عز وجل على جهل ليس عنده علم، قال له: ماذا صنعت؟ قال له: قتلت 100 نفس. قال له: ليس لك توبة. قال: خلاص، يعني ما دام المسألة كده راح قتله مكمل بالمية، لكن عايز يتوب وصادق. دلوني على أعلم أهل الأرض، قال: فدلوه على أعلم أهل الأرض. فقال: هل لي من توبة؟ قال: أجل. ماذا صنعت؟ قال: قتلت 100 نفس. قال: لك توبة إن شاء الله، باب التوبة مفتوح لا يغلق، ولكن أخرج من هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم. لأن الأرض اللي أنت فيها ديت أرض سوء، لا يمكن يكون في أرض كويسة وفيها خير ويكون الناس عمين بيقتلوا المنظر ده وما حدش بيعاقب. فلما ذهب، أنت عارفين القصة بقى إيه، أنه قبضته ملائكة الرحمة ووجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. الشاهد في الموضوع أن ما نقفلش الدنيا في وشوش الناس. الغامدية ذهبت إلى النبي قالت له: يا رسول الله إني لحبلة من الزنا، أنا حامل من الزنا. طب النبي هيرجم هذه المرأة، فما ذنب الجنين الذي في بطنها؟ قال لها: اذهبي حتى تلدي ثم ارجعي مرة أخرى. 9 شهور يا جماعة الخير، ربنا يحفظكم ويرفيكم وينجينا وإياكم من المعاصي. 9 شهور لم تنسى الذنب أبدا، ومن غير محضر شرطة، ومن غير واحد يعني ضابط يروح يعملها ضبط وإحضار، ومن غير أي حاجة، جاءت يقودها قانون الإيمان، ولدت الطفل وجاءت إلى النبي قالت: يا رسول الله ها أنا قد ولدت يا رسول الله. طيب الطفل ده مش لازم حد يرضعه لحد ما يتفطم ويقدر يعيش زي الناس؟ قال لها: اذهبي وأرضعيه حتى تفطميه. يا سبحان الله، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فذهبت وأرضعت هذا الطفل 2 سنين كاملين مش قادرة تنسى الذنب قدام عينيها. ده في ناس منا يا جماعة بيرتكبوا أكبر الكبائر ولكنه عمل حاجة، ولكن الحمد لله احنا بخير، ده احنا الحمد لله ده الإيمان عمران في القلب زي الفل، واخد بالك؟ سبحان الله، ودي ذنب مش قادرة تنساه 3 سنين أو 3 سنين إلى 3 شهور، 2 سنين كاملين في الرضاعة، وسنة إلا ربع 9 شهور في الحمل. فجاي للنبي مرة تانية بعد 2 سنين رضاعة وقالت له: يا رسول الله ها أنا قد أرضعتها، هو الآن يأكل الخبز بين يديك. فأخذ النبي الطفل وأعطاه لصحابي ثم أمر بها فرجمت. وهي بترجم جاء خالد بن الوليد فوجدها ترجم فرجم مع الناس، وهو بيرجم جاء الحجر في رأسها فنضح الدم على ثياب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فأخذ يسب هذه المرأة، فقال النبي: مهلا يا خالد، والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما رأيت أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا؟
الله، قد ايه رحمه النبي، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الناس من منطلق وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الدعوه الرحيمه وقد ايه الدعوه كانت رحيمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير. خليك معايا، اوعى تروح يمين ولا شمال، خليك معايا، رجع لك تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا وأهلا ومليون أهلا بأهلي وأحبابي وإخواني وناسي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. ما زلنا في بيت الرسول، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف ونراقب النبي من بعيد لبعيد ونشوف قد إيه رحمته وأخلاقه ويعني وده للمؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حضرتك والحديث رواه المنذري بسند جيد، يجي للنبي قدام عينينا برضه المنظر الجميل ده، راجل كبير جدا في السن سقط حاجبه على عينيه من كبر سن، سنه كبير جدا، وجاء إلى الحبيب المصطفى وكان لم يسلم بعد، قال له: يا محمد، والله إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. خد بالك، لو واحد غير النبي كان قشر في وش الراجل، وانت لسه فيك حيل تعصي ربنا، ده انت كبير في السن، طب عيب عليك. مش كده، النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي في وجهي. وانا مدار الحديث كله على موضوع البسمله، لان ليه في مفاجاه ليكم في اخر حلقه عن موضوع البسمله ده، قد ايه ليه اثر عظيم جدا في هدايه البشر بفضل الله سبحانه وتعالى. فتبسم النبي في وجهي وقال: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال: اشهد. قال: فابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. الرجل مش مستوعب الموضوع، فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ ده انا عملت حاجات ما انتش متخيلها. فقال: وغدراتك وفجراتك؟ فولى الرجل وهو يكبر والنبي يبتسم، فنزل قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخوي وحبيبي، بص للعاصي ده على انه انسان مريض، اوعى تنفعل عليه، اوعى يعني 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 عياذا بالله تغلظ عليه، حاول تترفق بهذا الانسان. عمرك شفت مريض داخل على دكتور عشان يكشف عنده، فاول ما دخل على الدكتور فالدكتور قال له: مش عيب عليك، في حد في السن ده يمرض؟ ها، في حد، في دكتور يقول الكلام ده؟ طبعا لا، هو مريض، ومرض القلب اشد من مرض البدن، ده انسان مريض مسكين، ما مش هنتعامل معاه بالمشرط ولا بالاله الحاده، انما هنتعامل معاه بالكبسوله والمرهم والقطره والمعاملات الطيبه والبسمه الحنيه، والله الذي لا اله غيره. احيانا في المرض البدني يبقى الواحد تعبان ورايح لدكتور، واول ما يروح عنده هنا دكتور ما شاء الله مبتسم: اهلا وسهلا، نورت الدنيا، يا اهلا وسهلا، شفاك الله وعافاك، لا باس تطول ان شاء الله. اقسم بالله تحس ان 75% من المرض اللي في جسمك راح ببسمه الطبيب. فاعتبر نفسك طبيب، اعتبر نفسك في دعوتك الى الله سبحانه وتعالى انت طبيب بتعالج ناس مرضى، مرضى قلوب، ناس تعبانين. يا جماعه، ربنا يتحب ولا ما يتحبش؟ هو في حد في الدنيا دي ممكن يتحب غير ربنا؟ يعني سبحان الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ما فيش حد يستحق الحب الخالص الخالص الكامل إلا الله سبحانه وتعالى، ثم الحب الذي أمرنا به الحق جل وعلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ده أعظم حب في الكون ده كله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى نتبع النبي. شوف قد إيه النبي رحيم، شوف قد إيه النبي يعني ما عندوش غلظ أبدا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وآله وسلم. عايز تتذكر آية جميلة أوي هتظبط عندنا المسألة ديت، وتظبط ترمومتر الدعوة الرحيمة الجميلة والبسمة الحانية، وإن احنا نتعلم إزاي نتعامل مع العصاة معاملة شفقة ورحمة ولين وود وحنان. قال جل وعلا: كذلك، احفظ معايا الآية دي: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يلي بتعاير الناس عشان هم عصاة، انت ما اتولدتش وانت ساجد لله سبحانه وتعالى. يلي بتعاير الناس ان هم بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، انت ما انتش معصوم، لان العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى انت ما انتش معصوم، وانت بتعصى وكلنا بنعصى وهنعصى، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. اخويا وحبيبي، عامل الناس برحمه. خد بالك من حاجه، حبيبك صلى الله عليه وسلم عرفنا ان اوعى وحرام عليك وعلى الله تيأس حد من رحمه ربنا، قلنا الحديث ده في الحلقه اللي فاتت، لكن هو مناسب جدا ايضا نعيده في الحلقه ديت. حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قال ان حدث ان كان في بني اسرائيل رجلان متوخيين، فكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا،
خد بالك، فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له اقصر. طبعا يعني الاسلوب واضح ان هو في غلظه وشده، يعني بلغتنا المصريين يعني يقول لك خف بقى، واخد بالك؟ طبعا ده مش اسلوب دعوه ابدا. فقال له اقصر، فالتاني يقول له خليني وربي ابعثت علي رقيبا، لحد ما عدى عليه في مره الاب وقع في ذنب، فقال له اقصر والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنه. أبو هريرة روى الحديث بيقول والله لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. الراجل ده ضيع حياته وآخرته. فلما مات رجلان واجتمع عند الله جل وعلا، قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. ثم قال جل وعلا للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. يوضح الرواية ديت رواية تانية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدث أن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي، من اللي حلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. الله أكبر، اوعى تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك كلمة بقى، خليها في ودانك كده، خليها في سرك، ما تخليش حد يسمعنا. أنت ما تعرفش هيتختم لك بإيه ويتختم له بإيه. العاصي اللي أنت شايفه قدام عينك ده ممكن ربنا يختم له بخاتمة أهل السعادة ويكون في أعلى درجات الجنة، وممكن أنا يلي طائع ممكن عزم بالله أنتكس في آخر عمري وأعمل بعمل أهل النار وخش النار. تخيل، يبقى العبرة بحسن الخاتمة. اوعى، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة اللي عايزين نحفظها ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. اوعى اوعى في يوم من الأيام تقول ايه ده فلان ده الله أكبر ده على الجنة حتف، وفلان ده داخل النار راكب صاروخ سكود ولا اف 16. ايش عرفك الكلام ده؟ ايش عرفك ان فلان هيترمي حتف في الجنه وفلان هيترمي حتف في النار؟ لا تدري بما يختم الانسان، قد يختم الانسان وهو في ساحه الجهاد. في اعظم من كده؟ الشهيد بقى، تخيل بقى الشهاده في سبيل الله اللي هي ثالث درجه بعد النبوه والصديقيه. تخيل، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين، ده رقم واحد، والصديقين رقم اثنين، والشهداء ثلاثه، والصالحين رقم اربعه. يعني ثالث درجة بعد النبوة وبعد الصدقية قال إيه؟ الشهادة. ورغم ذلك قد يختم له في ساحة الجهاد بسوء الخاتمة. تخيل، تخيل لو أنه فر من العدو يكون ارتكب كبيرة من الكبائر. تخيل، تخيل حضرتك لو أنه فعل أي يعني لم يرد بهذا الجهاد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يختم له بخاتمة أهل السعادة. ندي مثال بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم، أعلى درجات الصحة، ان في يوم غزوه احد كان في رجل لم يسمى اسمه. هذا الرجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوه احد، ما ترك شاذه ولا فذه الا ضربها، حتى ان الصحابه جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما ابلى احد منا مثل ما ابلى فلان، ده اكتر واحد فينا كان بيجاهد عمل عمل ما حدش عملها، اهو في الجنه يا رسول الله؟ واذا بالمفاجاه، قنبله قنبله، النبي فاجئ بها الصحابه، قال بل هو من أهل النار. تصدق والكلام ده بينه وبينك؟ كاد بعض الصحابة أن يفتنوا. تكلم جد؟ أو والله، تخيل، كاد بعض الصحابة أن يفتنوا. قالوا ده اللي عمال يقاتل أحسن واحد فينا يختم له بينه من أهل النار، أمال إحنا نروح فين؟ فقال واحد من الصحابة أنا صاحبه يا رسول الله، أنا همشي وراه بقى وشوفه بيعمل إيه. مشي وراه لحد ما جه الراجل ده، فهو في اثناء الجهاد في سبيل الله، وبيجاهد مع مين يا جماعه؟ بيجاهد خلف النبي، يعني في افضل موضع في الكون ده كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفجاه جاله ضربه كده بالسيف فاوجعته، فلم يصبر عليها، فاخذ ذبابه الرمح او ذبابه السيف مع اختلاف الروايات، ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الرجل يجري إلى النبي وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فتبسم النبي وقال هما ذاك، إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا بأنه من أهل النار قتل نفسه ومات منتحرا، وإذا بالحبيب المصطفى، حبيب قلب صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، يعطي بقى القاعدة لينا وللأمة كلها، يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، خد بالك بقى، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. سلم يا رب. وفي المقابل
وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخاتمة. لكن تقول لي بس ده مش ظلم؟ أقول لك مش ظلم، إن في زيادة موجودة في صحيح مسلم توضح لك السبب اللي خلى الرجل ده يختم له بخاتمة أهل الشقاء، الرجل اللي عمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل. نص الحديث الزيادة عند مسلم: إن رجلا ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، اسمع معايا، فيما يظهر للناس. يعني الرجل ده لم يرد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فختم له بخاتمة أهل الشقاء. فقد يختم لإنسان عاصي، إنسان عاصي وقع حياته كلها في المعاصي، قد يختم له بخاتمة أهل السعادة ويخدم دينه أحسن مننا 1,000,000,000 مرة ويكون من أهل الفردوس الأعلى، وقد يختم لطائع بأنه ينتكس عياذا بالله، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، ويكون من أهل النار. فما دمت لا تدري بما يختم لك وبما يختم لمن حولك فاتقي ربنا في العصاة، عاملهم معاملة كويسة، تألف قلوبهم. أنت لو لقيت واحد عاصي بدل ما تقول له أنا آسف في اللفظ وسامحوني، وكنت أعترض على كتير من إخوان الدعاء لما لقيه مثلا بيتكلم في محاضرة ويقول هناك من يقلد الفنانين والراقصين، أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أقول له طب وليه؟ طب ما بدل ما ربنا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، مش كده كده الدعوة طالعة من الفم، ما نقول بدل ما نقول الفنان الفلاني ربنا ياخده، ما نقول ربنا يهديه، ربنا يبصره بالخير، ربنا يشرح صدره للإيمان والطاعة، ربنا يكرمه دنيا وآخرة. مش دعوة، أنا بعترض على إن حد يقص على حد، عايزين دعوة رحيمة، الدعوة الرحيمة اللي بتفتح قلوب البشر. يا جماعة في المقابل، في المقابل إنسان، تخيل حضرتك كم من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة في غزوة أحد، برضه جاء رجل من المشركين إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح الله صدر هذا الرجل للإسلام، قال للنبي: أجاهد معك أم أسلم؟ قال: بل تسلم ثم تجاهد. فرجل رفض الإسلام، فرفض النبي أن يستعين به، في الآخر الرجل شرح الله صدره فأسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع؟ طب هم دلوقتي في الجهاد هيعمل إيه؟ فقال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: ادخل فجاهد. الرجل لسه ما تعلمش لا الصلاة ولا الوضوء ولا الزكاة ولا الحج ولا أي حاجة بالمرة. فقال له: ادخل فجاهد. فدخل الرجل فجاهد فقاتل فقتل فكان شهيدا، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة. الرجل دوت ما سجدش لله سجدة. كان سيدنا أبو هريرة يمزح مع الصحابة يقول لهم: أخبروني برجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة، فكانوا يذكرون هذا الرجل. خدت بالك؟ عشان كده أخويا حبيبي محتاجين الرحمة، الرحمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الرحمة إن احنا نتعامل إزاي مع الناس معاملة طيبة. هذكر لك مثال حلو قوي قوي، الصحابة بقى اللي تعلموا الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن مسعود في يوم من الأيام معدي على مطرب مشهور جدا في عصره اسمه زازان. زازان كان شاب صوته جميل جدا جدا، فجم مجمع الشباب قدام بيته، هو عمال بيغني ويعزف على آلة وترية، هم عاملين حواليه قاعدين بيشربوا الخمر. فجأة معدي ابن مسعود لواحد غيره قال لك: بقى نغير منكر ونخش بقى ونكسر ونخبط. مش ده الأسلوب الدعوة يا حبيب قلبي، ربنا يبارك في عمرك، دعوة الرحيمة الجميلة، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما لطالما ملك الإنسان إحسانه، الإحسان إلى الناس والمعاملة الطيبة. فنظر إلى زازان بنظرة كده كلها شفقة ورحمة وقال: ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. وإذا بزازان أول ما سمع الكلام ده كده فقال لأصحابه اللي قاعدين معاه، قال لهم: من هذا الرجل؟ قالوا له: صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. قال: وماذا كان يقول؟ قالوا له: كان يقول: ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. راح لعبد الله بن مسعود وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: أجل. فبكى زازان وقال: أشهدك أني قد طبت إلى الله. ابن مسعود راح واغضب حضنه وراح بكى وقال: وكيف لا أحب من أحبه الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نفس الموقف دوت حصل بيني وبين أشهر مطرب موجود عندنا في مصر، هتعرفه معايا بعد الفاصل. خليك معايا، اوعى تروح منه لشمال، خليك معايا بعد الفاصل. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 1,000,000,000 مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرة تانية مع
ليلة في بيت النبي، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. استحضر معايا لحد دلوقتي ان احنا ما زلنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنتظر تفاعلكم وتواصلكم بالاس ام اس ان شاء الله الحلقة ديت وطول الاسبوع ان شاء الله، عشان نقدم هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله كمان انا منتظر كمان ان شاء الله تليفوناتكم في اخر حلقة ان شاء الله نرد عليها. اخويا وحبيبي، الموقف اللي حصل، كنت انا في احدى الدول العربية وكنت في دعوة هناك يعني عشان إلقاء بعض الدروس، وكان في مطرب كان تربطني بيه صداقة شخصية، كان عشرة عمر، كان الكلام ده لحد سنة 91، وكنت شفته، كان الكلام ده بقى لما سافرت كان سنة 2006، يعني ما شفتوش بقالي 15 سنة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى، أنا في المطار بسلم على الناس بقى وناخدهم في حضننا وبنسلم عليهم ونرحب بيهم، وبعدين دخلت آخر واحد الطيارة فلقيته قدامي وبقالي 15 سنة ما شفتوش. فالمهم اول ما شفته طبعا يعني حبيت اتالف قلبه واسلوبه يكون جميل طبعا، فدخلت عليه قلت له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الاستاذ فلان الفلاني. فهو بص كده قال يعني عايز يقول ايه، هي الخيله دي تعرفني انا منين يعني، واخد بالك؟ فالمهم ممتنع ايه طبعا يعني، قلت له بيقول لي حضرتك تعرفني، قلت له هل يخفى القمر، وقمت واقف معاه وقعدت دردش معاه. لو رضيت اقول له بقى مثلا ايه اللي انت بتعمله دوت، ولا الطريق اللي انت فيه غلط، ولا كذا، ولا ربنا يهديك، ما رضيتش اتكلم معاه غير في حاجه واحده بس، ازيك وازاي صحتك، اللي واقف قدامك ده كان من احب الناس الى قلبك وانت تعرفه كويس جدا و وبعدين هو مش فاكر في لحد ما قلت له انا فلان الفلاني. فقال لي معقوله؟ فراح رحت واخده في حضني وقلت له نفس الكلمه اللي قالها زازان اللي قالها ابن مسعود لزازان، قلت له ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. بس طبعا الفرق ان زازان تاب وهو ما تابش يعني، فايه، لكن ربنا ييسر له ان شاء الله ويهديه ان شاء الله ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان الدعوه الرحيمه لها تاثير عظيم جدا. الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه يدخل السجن، فلما دخل السجن لقى كل اللي موجودين في السجن كلهم بقى حراميه ونشارين وعصاوه ومشاكل. باسلوبه الرحيم والجميل وبالدعوه اللي مليانه رحمه وشفقه استقام له السجن، وربنا هدى على ايديه كل المسجونين في يومين اتنين، وبدأوا يصلوا وراء الصلاة الخمس، وبعد كل صلاة بيعمل لهم درس علم، بعد الفجر كذا، وبعد الظهر كذا، وبعد العصر كذا، وهكذا، لحد على مرور سنة كاملة أصبح كل من في السجن من العلماء الكبار، وخرج من السجن أكبر علماء الأمة من حلقة موجودة داخل السجن مع الإمام رحمه الله رحمة واسعة. مطلوب أخويا وحبيبي الرفق في الدعوة، إن أنت يكون عندك رفق بأهل المعاصي. اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى، أولا احمد ربنا إن أنت ما أنتش زيه، إن أنت ما بتعصاش ربنا. ثانيا احمد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا هداك للطاعة وزودك بالإيمان، وفي نفس الوقت خليك رحيم، عندك شفقة على هذا الإنسان أنت بتنقذه. تخيل لو حضرتك لقيت واحد بيغرق في المية، هتنقذه ولا هتغرقه؟ طبعا هنقذه. طيب ده ممكن يغرق في النار، فمن باب اولى ان انت تكون رحيم وانت بتنقذه، بتاخده بالراحه وتاخده في حضنك وتطبطب عليه وتلين قلبه وتحببه فيك، وبعد كده توصل له الدعوه الجميله. حبيبك صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، في يوم الطائف لما ذهب ليدعوهم الى الله سبحانه وتعالى ولم يستجب ولا واحد، وضربوه حتى ادموا قدميه ونزفت الدماء الشريفه من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ياتيه جبريل عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أصطفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، وإذا بجبريل يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يطرد من مكة صلى الله عليه وسلم ويتهم في عرضه، ويتدبر تسع مؤامرات لقتل النبي، ويؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يعود إلى مكة فاتحا منتصرا، ويقول لكل المشركين الذين آذوه ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عداء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم، مع العداء الشديد اللي النبي شافه من عمرو بن العاص على مدى اكثر من 20 سنه، ورغم ذلك لما اسلم كان النبي يعامله احسن معامله، لدرجه ان هو تخيل ان هو احب واحد الى قلب النبي، فراح يسال النبي قال يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال عائشه.
قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم من؟ قال عثمان. قلت ثم من؟ قال علي. قال فسكت عند ذلك حتى لا يجعلني آخر الناس، قلت أعتبر نفسي الخامس يعني، واخد بالك؟ وهكذا بسبب حب النبي. كان في شاب يا جماعة مرة رايح يصلي، فلقى شاب واحد واقف على النخلة كده عمال بيطلع بيقطع البلح يعني التمر كده. فقال له أنت ما سمعت؟ كان ساعتها في وقت صلاة الظهر. قال له ما سمعت صوت الأذان؟ قال له سمعت. قال له طب ما يلا تصلي. قال له أنا جاي كمان شوية. فراح قال له صلي يا كذا، وراح شتمه. التاني راح جايب ايه البتاع الجديدة بتاعت النخلة دي ونزل قالها كسر دماغه. فالشاب اللي تحت راح مغطي وشه وراح جاري وقال له عشان ما يشوفنيش يعني. فراح جاري. فجاء في صلاة العصر الشاب راح ملاجع نفسه، قال لي انا فعلا غلطان. ايه الاسلوب ده؟ في حد يقول لواحد صلي يا كذا واشتمه؟ لا 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 لا، انا اتعامل معاه باسلوب حلو وحسسنا انسان تاني خالص. فراح بقى خلع الشماغ من على راسه وراح ماشي رايح المسجد بعد اذان العصر. سلام عليكم يا فلان. الراجل لسه ما زال فوق النخلة. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له طمني يا أخي، ربنا يبارك في عمرك، بشرني، أخبار الثمر السنة دي؟ قال له الحمد لله بخير والله. قال له إن شاء الله ربنا يربحك ويكرمك ويسترك يا رب العالمين ويرزقك برزق أولادك. قال له ربنا يبارك في عمرك. قال له أظن حضرتك تقريبا ما سمعتش أذان العصر. قال له لا ما سمعتوش. قال له طب أذن العصر والله يا أخي، ربنا يبارك فيك، يعني أتمنى أن أتشرف بأن أنا أصحب حضرتك للمسجد. قال له حالا نزل لك جزاك الله خيرا. فراح نازل معاه وراح قايل له ايه؟ قال له ادي الدعوه الحلوه، مش اللي كان بيشتمني في صلاه الظهر هو ما عرفش ان هو نفس الشخص اللي كان بيشتمه في وقت صلاه الظهر. الدعوه الرحيمه الجميله. اخويا وحبيبي كل انسان في الدنيا ليه مفتاح تعرف تخش لقلبه وتوصل له من خلال المفتاح. حسن البصري كان ليه جار ما بيصليش ابدا، فالجار اللي ما بيصليش ده هو مش عارف يعمل معاه ايه، عايز يعمل معاه اي تصرف عشان يصلي. في يوم من الايام لقى ماشي في الشارع فراح نازل ماشي معاه. قال له أتأذن لي أن أسير معك فإن وجهك مليء بالنور؟ قال له تفضل. ماشي معاه فجأة عدت جنازة. فراح الحسن قال له أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن يا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وبر للوالدين وكذا. قال له خلاص فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. أخوي وحبيبي ممكن توصل لقلوب غير المسلمين ويسلموا على أيديك بسبب المعاملة الطيبة. شاب كان في ألمانيا عايش وكان قدامه شاب على غير ملة الإسلام وكان كل يوم بيجيله الجرائد. فالمهم فجأة شاب المسلم لقى الجرائد بتوصل للشقة اللي قدامه بتاعت الراجل التاني ده، جرائد كتيرة جدا ومحدش بياخدها، فعرف إن هو مسافر فأخد كل الجرائد وشالها له عنده. ولما رجع الشاب الكافر ده من السفر جه راح المسلم خبط عليه السلام عليكم أو إزاي حضرتك أو أي حاجة، وقال له أهلا وسهلا. قال له الجرائد دي بتاعت حضرتك؟ قال له خير. قال له انا عرفت ان انت بيجي لك جرايد ديت وانت ما كنتش موجود فحبيت اشيلها لك لان ممكن تكون متابع اي جريده منهم ويفوتك حاجه من الحاجات اللي فيها ديت، فانا بعتها لك كلها او شلتها لك كلها. فقال متشكر قوي، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال له لان ديني بيامرني بالاحسان الى الجار وانت جار. فما زال يتابعه بالدعوه الرحيمه حتى اسلم لله جل وعلا واصبح بعد ذلك مسلما. اخويا حبيبي المعامله الطيبه، المعامله الطيبه حتى مع الاطفال الصغيرين. اذكر اني في محاضره من محاضرات اخويا وحبيبي دكتور محمد العريفي كان بيذكر ان هو في مره من المرات داخل يعني محاضره بيدي درس لبعض الاطفال، فبيسال سؤال فطفلي راح مجاوب على السؤال فانبسط منه الدكتور محمد ربنا يحفظه وراح مديله الساعه اللي في ايده هديه. هذا الطفل لم ينسى هذا الإكرام أبدا من الشيخ وفضل يحب أحب العلم وفضل يتابع حفظ القرآن وطلب العلم إلى أن وصل أن في يوم من الأيام الشيخ راح يصلي في مسجد فوجد هذا الطفل الصغير أصبح هو إمام هذا المسجد ببركة هذه الهدية الجميلة. الحقيقة الوقت بيجري بينا بسرعة لكن هختم بحاجة صغيرة خالص، أنه ممكن تتألف قلوب الناس بحاجة بسيطة. أذكر أنه مرة من المرات جيت في الثلث الأخير من الليل، أنا كده كطبيعي ما بنامش غير بعد الفجر، في الثلث الأخير من الليل رحت كاتب رسالة جميلة جدا جدا ورحت بعتها لكل الأسماء اللي أنا مقيدها عندي على الموبايل. فوصلت لهم الرسالة، الرسالة فحواها إن أنا مش قادر أنسى حبيبي وأخويا في الوقت الجميل دوت في وقت السحر، فحبيت أدعي لك إن ربنا يكرمك في الدنيا وفي الآخرة وإنه يجمع يحسن ختامك ويجمعني معك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجمعني مرة أخرى بك مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. فما كان من هؤلاء إلا إن كتير منهم جدا اللي كان صاحي بدأ يبعث الرسالة جزاك الله خيرا بقى تذكرني في هذا الوقت الجميل الطيب دوت، والتاني يبعث جزاك الله خيرا وأنا والله ما نسيتك أبدا من الدعاء، والرابع والخامس والسادس وهكذا. تستطيع أنك تتألف قلوب الناس بشيء ولو كان بسيط جدا جدا الحقيقة.
الوقت بيجري بينا بسرعة، لكن عايزين هنتلقى اتصالاتكم، لكن بعد ما نذكر هدايا النبي التي وصلت هذا الأسبوع في عجالة سريعة. أخوي وحبيبي الأخت سهام والأخت نادية ومدلين ونهى وعبير وسوسن، لبس الحجاب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أحمد السيد قال بصحي كل يوم 20 واحد لصلاة الفجر، جزاه الله خيرا، حياة فكرة جديدة طبعا. ياسمين وسوسن وأسماء وعمر ونبيل وداليا بيصلوا على النبي كل يوم 1000 مرة. أمل من دمياط قالت طريقة النمص وسماع الأغاني. أم هشام من كرداسة قالت أنا وبناتي وزوجي بنحافظ على الصلاة وقراءة القرآن. عبد الله وأم وائل لا نشاهد إلا القنوات الدينية. أم عبد الرحمن قالت سأطيع زوجي وأصبر على ذلك. سماح قالت خليت أميرة أختي في أولى إعدادي تلبس الحجاب، جزاك الله خيرا. أم محمد قالت إن ابنها محمد 5 سنوات حفظ سورة تبارك. أمنة من منطقة حلايب قالت بكتم الغيظ وأصلي الفجر كل يوم بفضل الله. دكتور باطني لما يذكر اسمه قال هعالج 10 حالات أسبوعية مجانا. الأخت نسرين قالت بوزع شريطك أختها واقفة مع نفس، ده بيتكلم عن الحجاب، شريط من أجمل أشرطة يعني الحمد لله رب العالمين، بتقول بوزعه على كل البنات المتبرجات. صابر وأمجد ومحمد قال بطلنا سجاير. الأخت أم حنان قالت كفلت 10 أيتام. نسرين قالت بسجل كل حلقات برنامج ليلة في بيت النبي ووزع 20 سجاير في كل حلقة، ربنا يبارك فيك يا رب. سيد محمد قال خليت 20 واحد يصوموا 3 أيام اللي فاتوا 13 14 15. الأخ عاطف قال عملت شقة في العمارة بتاعتي عند عمارة تمليك، عملتها دار تحفيظ قرآن مجاني. أخ أحمد عادل قال هنظف المسجد اللي في شارعنا كل يوم. أم جمال قالت عملت مشروع لشاب صغير علشان يبدأ حياته. ماهر محمود قال وزعت 100 شنطة مواد غذائية على أسر فقيرة. تعالوا نقول الواجب قبل ما نتلقى الاتصالات. واجب الأسبوع ده حبايبي وأهلي وناسي ربنا يبارك فيكم صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده. تاني حاجة الإكثار من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودي غراس الجنة بتغرس بيها في الجنة. ثالث حاجة هدية بسيطة، ربنا يبارك في عمركم رب العالمين، هدية بسيطة لأي أسرة فقيرة حواليك ندخل عليهم السعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. أنا معكم الآن، أي اتصالات جاية يا أستاذ شريف تحت أمرك. طب الاسم ميسز حية الجديدة في لسه جاني طبعا دلوقتي. الأخت بتقول أنا هبة ما شاء الله الحلقة جميلة قوي، ربنا يكرمك يا رب، ادعينا بالثبات، ربنا يثبتك يا أخت هبة وجميع المسلمين. السلام عليكم، البرنامج حلو كتير وربنا يوفقك ويثبتك ويزيدك من فضله، وأسأل الله لك مرافقة النبي في الجنة وانتم معانا إن شاء الله كلنا مع بعض. ابني يشاهد أفلام إباحية ماذا أفعل؟ نجاوب عليها مرة تانية إن شاء الله. أنا محجبة وبناتي غير محجبة. لا الأسئلة احنا عايزين خلينا في الهدايا. أريد أن أهدي للنبي عمرة، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز أن أنا أهدي للنبي عمرة، لأن أصلا كل أعمالنا في ميزان حسنات النبي من غير حتى ما نعملها، لكن لم يسبقنا إليها السلف، ما حدش قال أنا هعمل عمرة للنبي، لا، كل أعمالنا في ميزان حسنات النبي. طرقت نمص حواجب وأشاهد جميع برامجك وأستغفر وأصلي على النبي وأصوم، لكن لم يذكر الاسم أو لم تذكر الاسم. بتقول أنا عز مطر هديتي للنبي صيام الاثنين والخميس، وربنا يحفظكم يا رب. مين معانا يا أستاذ شريف؟ الأستاذ إبراهيم من إيطاليا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. الله يخليك يا أستاذ إبراهيم، ربنا يعزك يا أستاذ. أخوك إبراهيم شهاب من إيطاليا. يا أهلا وسهلا يا أبو خليل. إحنا نتمنى إن أنت تدعينا هنا في إيطاليا يا شيخ. إن شاء الله نجي لكم إيطاليا إن شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك عينينا. يا ريت يا الله إن إحنا نبقى سعداء جدا. عينيا ليك يا أستاذ إبراهيم، أمرنا والله. إحنا احنا يعتبر السكن بتاعنا يعتبر قريب من المسجد، ما شاء الله. اتمنى ان انت تيجي تشرف وتنور ايطاليا والله. احنا ده انا عني احبك الذي احببتني فيه ربنا يبارك فيك. انا ان شاء الله الفتره الجايه فعلا هيبقى في جوله موسعه ان شاء الله لكل دول اوروبا ان شاء الله، يعني هقضي في كل دوله كده 5 ايام يعني ان شاء الله عشان نقدر ان احنا نتواصل مع جميع اخواننا ان شاء الله. يا ريت، لان احنا المغتربين هنا في دول اوروبا بنبقى بنتمنى ان المشايخ والعلماء زي حضرتك يعني. ربنا يبارك فيك يا استاذ، عينيا والله، ان شاء الله قريبا نكون عندكم ان شاء الله. الله يبارك، ربنا يخليك يا استاذ، جزاك الله خير يا استاذ ابراهيم، ربنا يبارك فيك على التواصل الجميل ان شاء الله، ربنا يجعلك في ميزان حسناتك. ام حمزه. السلام عليكم. ام حمزه من بلجيكا، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله نحبك بالله يا شيخ، ربنا يحفظك ويحبك ويجمعك مع النبي في الجنة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، ادعي لي وادعي أولادي وزوجي يا رب. ربنا يبارك لك فيهم ويحفظك ويجمعك في الجنة. والله حبيبتي برنامج جدا جدا ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب العالمين. السلام عليكم، ادعي
تدعي معانا يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يحفظك يا أم حمزة، جزاك الله خير على الاتصال الجميل ده. أيوة أستاذ شريف، مين معانا؟ أستاذ أحمد من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أبو حميد؟ ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك أستاذ أحمد. بقول لحضرتك يا شيخ. أمرني. الأمر لله. في شكوى أقول لك على حضرتك عليه. في إيه؟ في موضوع أقول لحضرتك عليه. اتفضل. من فضلك. دلوقتي في جماعة واحدة مخطوبة. طب بس لو بسرعة يا أستاذ أحمد عشان في اتصالات تانية بعد إذنك. ماشي ماشي. في واحدة مخطوبة. واحدة مخطوبة أيوة. أيوه. وخد إيه؟ رفضت العريس الأولاني. نعم. خدت بالك؟ وجات قدم لها واحد ابن حلال ومحترم وطيب. ما شاء الله. ولغاية دلوقتي فهي البنت موسوسة. آه. فايه الحل يعني؟ احنا هي طبعا هي طبعا ما دام جالها يعني ما دام رفض الاولاني وخلاص ومشي وجالها واحد تاني ابن حلال انسان محترم، هي تستخير ربنا سبحانه وتعالى وتستشير من حولها وتصلي صلاه الاستخاره، ومش لازم تشوف رؤيه طبعا في صلاه الاستخاره، انما تمضي هذا الامر ان شاء الله وتشوف وتخلي الشاب ده يجي يشوفها في وجود محارمها ان شاء الله، وبناء على هذا اذا كان في خير ان شاء الله ربنا هييسره، وما كانش في خير ربنا هيصرفه عنها ان شاء الله. استاذ محمد من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحبك في الله يا شيخ محمود. حبك الذي أحببتني فيه يا أستاذ محمد. والله يا شيخ محمود أنا عاوز أركب بتاعك. عينيا حاضر من كنترول يا أستاذ محمد، تحت أمرك. عينيا حاضر. سمعت يا فضيلة الشيخ. عينيا. كل يوم بس بصلي بس القيام الليل ركعتين بس، ساعات أربع ركعات. حلو أوي جميل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني يا ريت بس أنت تداوم على الركعتين أو الأربعة، ربنا يبارك في عمرك خير. حلو. أحسن. ربنا يثبتنا وياك يا استاذ محمد، ربنا يحفظك يا اخويا. احمد من هولندا، السلام عليكم استاذ احمد. السلام ورحمه الله وبركاته، احنا عظيم من هولندا يا فندم. يا اهلا وسهلا استاذ احمد. الله يكرمك، بقول لحضرتك انا بس في نقطه، اولا بنحيي حضرتك على الحلقه الجميله دي. ربنا يحفظك ويسترك. ونتمنى حضرتك برضه تشرفنا في هولندا زي ما حضرتك لسه بتقول. عينيا والله، ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه يكون في جوله في كل دول اوروبا. انا حضرتك يعني. عينيا حاضر والله تأمرني. وفي بس نقطه شيخ محمود الله يكرمك، عايز حضرتك يعني انا 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 يعني تبلغ كده للاخوه المغتربين. نعم. ان هم يكونوا دعاه للاسلام يعني للاسلام في الدول الاوروبيه، يعني يكونوا والله مثال طيب للدعوه. طبعا طبعا ده لازم الدعوه بالقدوه. فيا ريت حضرتك يا شيخ محمود حضرتك تبين هذه النقطه، الله حاضر. يكرمك حاضر. ويديك الصحه. امين يا رب العالمين. حاضر. يا ريت يعني تبلغ الاخوه المسلمين. حاضر. في الدول الاوروبيه بالذات ان والله هم يتعاملوا بالاسلام. أيوة. يبعدوا عن المنكرات، يبعدوا عن العمل في الخنازير وفي الخمور وفي الاشياء دي. حاضر. علشان حاضر. في بعض الاخوه او الناس الهولنديين يقولوا لي انتوا مسلمين ازاي بتعملوا هذا؟ طبعا دي فتنة. طبعا فتنة كبيرة. طبعا فتنة كبيرة، ربنا يحفظك. جزاك الله خير يا استاذ احمد. جزاك الله خير يا استاذ احمد. في معانا اتصال الشريف. طيب خلاص. نختم بقى في الدقيقة ونص اللي فاضيين. الحقيقة كان في مرة مدرس دخل الفصل فحب يدي التلاميذ تجربة عملية كده حلوة عشان تعرفوا بس قد ايه نعمة الدعوة الرحيمة الجميلة. فراح دخل فلقى تلميذ بيضحك، فراح متنرفز عليه، فقال له اتفضل اطلع بره، انت مش جدير انك تحضر المحاضرة دي بتاعتي. فالتلميذ زعل شويتين، بدأ المحاضر يحط لهم أسئلة، قول لي إيه رأيك في المحاضر بتاعك؟ هل هو إنسان رفيق؟ هل هو رحيم؟ هل بتستفيد منه؟ هل تفضل أنت تقرأ كتب ولا ما تقرأش خالص؟ هل تفضل تستمر معاه ولا لأ؟ كل واحد من الاستمارات ديت. شويتين قال لهم طب ايه رايكم؟ ما نخلي التلميذ اللي خرج ده يستفيد. فخرج بره واعتذر له، قال له اتفضل انت كويس جدا، ما دمت مستني يبقى انت يعني حريص على العلم. دخله مره ثانيه وبدا يقول لهم ايه؟ انتوا مليتوا الاستمارات؟ قال لهم طب خدوا استمارات غيرها واملوها. فلما ملوا الاستمارات المره الثانيه كانوا فرحانين جدا بالمدرس. طبعا في المره الاولانيه كان كلهم رافضين المدرس ومؤيدين على الورق ان هم رافضين المدرس. قال لهم دي كانت تجربه حبيت اعرفكم من خلالها ان قد ايه ان الرحمه بتدي انطباع للانسان انه يتقبل الانسان قدامه، وان الغلظه بتدي انطباع للانسان انه يرفض الانسان اللي قدامه. اخويا وحبيبي بالله عليك ابوس ايدك، خليك رحيم باي انسان وقع في معصيه، خد بايده، اوعى تسيبه يعصي ربنا، خد بايده وطبطب عليه وخده في حضنك، حببه فيك وحببه في الدعوه وحببه في الدين وحببه في الالتزام، كل ده هيبقى في ميزان حسناتك. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. احمد ربنا ان انت مش واقع في نفس المعصيه، احمد ربنا ان ربنا نجاك من المعاصي ديت، وفي نفس الوقت
خلي عندك شفقة ورحمة بأي إنسان عاصي. أخويا وحبيبي ده كان كلمة بسيطة عن الدعوة الرحيمة. هنتقابل مع بعض يوم الثلاث اللي جاي مع ليلى في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.